ينضم إلينا من أنقرة مدير شركة بانوراميتر للأبحاث واستطلاعات الرأي ودراسات الاستراتيجية عثمان سرت. أهلا بك معنا سيد عثمان على سكاي نيوز عربية. يعني كما تابعنا يبدو بأنه مزاج الناخب التركي اليوم معقد نسبيا في ظل الاستقطاب الحاد في الوسط التركي. من خلال متابعتك للأرقام وخارطة لربما استطلاعات الرأي، هل يمكن الحديث عن حسم باتجاه الرئيس رجب طيب أردوغان من خلال ما تابعته، من ما لديك من معطيات؟ بالضبط، بالنظر إلى هذه الفترة المقتربة من الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية، يمكن القول إن أردوغان هو الأوفر حظا في هذه الرئاسيات. تتذكرين في الدور الأول أردوغان حصل على نحو 50% تقريبا، وكان يحتاج إلى بضع نقاط فقط. أما كيليجدار أوغلو فقد حصل على 45%، وبالتالي كان يحتاج أكثر من 5% وأكثر. ولهذا يمكن القول إن كل الأحزاب ما تزال تتنافس من أجل أن تربح الانتخابات الرئاسية التي ستعقد غدا. ووفق الإحصاءات التي رصدناها فإن الفرق بين المرشحين ليس كبيرا، والسيد كيليجدار أوغلو سد الفجوة مع سيد أردوغان، لكن ما يزال هناك شوط طويل لكيليجدار أوغلو للفوز بالانتخابات. ولذلك يوم غد سيكون مهما لسببين: أولا، الدور الثاني يحدث لأول مرة في الرئاسيات، ولذلك لا نعرف ما هي الديناميات التي ستكون غدا. والسبب الثاني هو أن نسبة المشاركة ستكون حاسمة ومهمة. من سيذهب غدا إلى صناديق الاقتراع؟ إذا ذهب نفس الناخبين الذين صوتوا لأردوغان فهو سيكون في أريحية وبالتالي قد يفوز. وإذا ذهب الناخبون الذين يدعمون كيليجدار أوغلو وزاد عددهم فبالتالي ستضيق الفجوة، ولذلك لن يكون الحسم سهلا غدا. لكن في نهاية المطاف يبدو أن أردوغان هو الأقرب. كنت أود أن أسألك عن نسبة الإقبال المتوقعة، طبعا لأنه هي سابقة أن تتجه الانتخابات إلى جولة إعادة كما حصل في هذه المرة. دعنا نتحدث قليلا عن العوامل التي قد تدفع باتجاه هذا السيناريو الذي رسمته أستاذ عثمان، وتحديدا نتيجة الانتخابات البرلمانية، وإلى أي مدى أيضا ترجح كفة الرئيس رجب طيب أردوغان، علما أنه في حال فوز خصمه سيكون رئيسا من دون أغلبية برلمانية. إلى أي مدى ذلك قد يؤثر أيضا على مزاج الناخب التركي؟ كما قلت نسبة المشاركة كانت عالية، وفي تركيا النسبة هي أعلى من 80%، وهذا أمر غير مألوف في الديمقراطيات. وفي تركيا هناك نحو 65 مليون ناخب مسجل، وفي الانتخابات الأخيرة أكثر من 55 مليون ذهبوا إلى صناديق الاقتراع، وهذا يعني أن النسبة بلغت نحو 90% في المشاركة، وهذا رقم قياسي، ولذلك هذا حدث في يوم واحد. ونحن نتوقع أن تكون نسبة المشاركة مماثلة غدا. طبعا هناك أسئلة، هل الأكراد سيصوتون غدا؟ لأن كلا الحزبين، حزب أردوغان وكيليجدار، لديهما تحالفات مع أحزاب قومية أخرى، وبالتالي ما الذي سيفعله الأكراد غدا لا نعرف على وجه الدقة. وكذلك لا أتوقع أن يكون هناك نسبة مشاركة عالية، لكن حتما أكثر من 85%، هذا ما أتوقعه غدا. بالنسبة للسيناريوهات، إذا فاز أردوغان بالانتخابات الرئاسية فإنه سيضمن سيطرة لحزبه، وبالتالي سيكون له تفويض للحكم في الرئاسيات وكذلك البرلمانيات لخمس سنوات.
ولكن يوم الاثنين في الساعة 8 أجندة تركيا ستكون الاقتصاد، لأن حكومة أردوغان بذلت كل جهد من أجل خلق التوازن. لم يعد في الاقتصاد أي شيء تحت سيطرة الحكومة، سواء في العملة أو العديد من الأشياء الأخرى، ولذلك الجميع يتوقع أنه إذا فاز أردوغان فإن الاقتصاد سيكون في مسار فوضوي وسيصعب إدارة الاقتصاد. وفي يوم الاثنين إذا كان أردوغان هو الفائز، وطبعا حتى مع كيليتشدار أوغلو، فإن الأجندة أيضا ستكون الاقتصاد والوضع الاقتصادي والعملة والليرة والتضخم والرواتب وكذلك معدلات أسعار الفائدة في البنوك. شكرا لضيفنا من أنقرة مدير شركة بانوراميتر للأبحاث واستطلاعات الرأي ودراسات الاستراتيجية عثمان سرت.